الله وبركاته. النهارده هوريكم ازاي تعملوا قهوة، قهوة الصبح سريعة، في 3 دقايق تكونوا عملتوا فنجان قهوة له وش كبير جميل من غير أي احترافات ولا أي شيء، ولا يكون لكم علاقة بالبن وأول مرة تعملوا فنجان قهوة. أول حاجة هنجيب أول حاجة هنجيب الكنكة نملاها مية، نملاها على حسب قد الفنجان بالظبط أو ملو تاني حاجة هنجيب 2 معلقة كبار ملح، 2 معلقة كبار بن ومعلقة سكر على حسب، اللي عايزها سادة ما يحطش سكر، اللي عايزها على الريحة هي معلقة سكر، اللي عايزها بزيادة يبقى 2 معلقة. أول حاجة هنعملها هنقلب دقيقة كده قبل ما نحط عليها، دي أول حاجة. تاني حاجة هنقلب وإحنا عمال نفضل نقلب لمدة دقيقة لحد ما البن نفسه يتمسك مع يتمسك مع بعض. انا معليه النار عشان بس ايه السرعه، هنعمل وش حلو جميل وعلى نار عاليه، وفي 3 دقايق يكون عندي فنجان بوش ده. اقلب تاني لحد ما الميه تحس انها دفيت، يعني هما 2 دقيقة بس، هي دقيقة ونص 2 دقيقة تقريبا. بعد كده ما بنحطش المعلقة خالص، بعد كده ما بنحطش المعلقة خالص، هنستنى لقبل الفوران هروح طافية هي وكده، يبقى عندنا وش هنخليها تفور يبقى مفيش وش، يبقى لازم ننتبه لآخر لحظة. هنفضل واقفين جنب واحنا بنعمل القهوة، نفضل واقفين قدامها هما 3 دقايق لا أكتر ولا أقل. هنستنى تمام، نكون بقى نحضر الصينية بتاعتنا. عندي صينية تقليل اهو تمام، فنجان ممكن نقدم في فنجان، ممكن نقدم في كوباية مج صغير، ممكن في مج إزاز صغير، يعني القهوة ممكن تتقدم في 3 حاجات، إما دي أو دي أو الفناجين الإزاز تمام، ممكن مج صغير، أي مج صغير ينفع لتقديم البن تمام. بعد كده لازم يكون في كوباية مية مع هوطي خالص، طالما انا رايح هجيب الكوباية هوطي خالص، هروح اجيب الكوباية واحدة. كوباية المية لازم تكون ساقعة،
ساعة تنفع، لازم تكون ساعة. تمام. بعد كده هعلي تاني، لا انا طفيت الظاهر احسن، والافضل ان احنا نطفي لو احنا رايحين اي مكان. تمام. هستناها بقى، هرفعها كده وكده. ايه اهو ابتدت تفور، ابتدت تفور. هحطها لحظة تاني لحد ما هي ابتدت اهي تعمل وش وتفور. اتمنى انكم تكونوا شايفين. تاني هنعملها، نسخنها تاني كده ونكون ملاحظين اهي، بس ما فرضتش ليه. بعد كده اما احطها هنا او هنا. بسم الله ما شاء الله، الوش رائع. الباقي ممكن احطه هنا مع ال كده. دي طريقة تقديم البن القهوة، دي طريقة تقديم القهوة. القهوة أنواع، ممكن بالحبهان وممكن من غير حبهان. عايزين الوش باين، وش كبير وحلو وبنار عالية. 3 دقايق كنا عملناه. تمام. دي أول طريقة عمل البن. طب ده القهوة، ممكن أزود تاني بس من إيه؟ من الجنب. لو أنا عايزة أزود ما زودش من النص عشان الوش ما يروحش. دي أول حاجة. تاني حاجة ازاي هنعمل قهوة صحية، ازاي هنعمل قهوة صحية. هنجيب كنكة كبيرة في مج، اللي الناس بيحبوا قهوة كتير بيشربوا قهوة كتير وممكن تضرهم، ممكن يعملوها صحية. هنحط كوباية لبن هنا، واللي مش بحابب لبن يحط نص لبن ونص مية. تمام. من اي نوع من انواع اللبن، لبن من اللي هو البلدي من عند بتاع اللبان، او لبن من مصر. هنحطها ايه، هحط جزء شوي تاني. تمام. اللي حابب يزود مية نحط بس شوية صغيرين مية. هحط على حسب الايه الرغبة معلقة سكر. ماشي. اللي مش عايز من غير سكر ممكن، اللي عايز معلقتين. هنحط قهوة، معلقة اتنين برضو. وهنقلب كويس برضو البن مع اللبن، ونقلب كويس. هنقلب كويس لمدة تمام. البن معلقة ونص بن كبير. تمام. هنحط على النار وهنبدأ نقلب لمدة دقيقتين. برضو هنقلب لمدة دقيقة واحدة أو دقيقتين على حسب. بعد كده نسيبه يغلي لوحده عشان نحط المعلقه تاني. لو حطينا المعلقه مش هيبقى فيه وش. مش هيبقى فيه وش. كنا افضل اقلب لدقيقه دقيقتين بس.